بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 44 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك بكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد قاسم مطوع من جيزان بيش فرع الزراعة. أخونا يقول: في يوم من الأيام وكنت غضبان قلت لزوجتي: أنت علي حرام مثل أمي، فماذا يجب علي وما هي الكفارة؟ أم أنه ليس علي شيء لأنني كنت غضبان؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن الواجب على الزوج أن يحفظ لسانه عن مثل هذه الألفاظ التي يلقيها عليه الشيطان، خصوصا عند الغضب أو عند أي منازعة، من أجل أن يوقع الزوج في إشكال مع زوجته. وما ذكره السائل من أنه غضب على زوجته وقال لها: أنت علي حرام مثل أمي، هذه لفظة خطيرة. قد قال الله سبحانه وتعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. ثم أوجب سبحانه وتعالى على من قال ذلك الكفارة المغلظة، فقال سبحانه: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا تحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله تلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. فأوجب سبحانه وتعالى على من تلفظ بهذا اللفظ هذه الكفارة ورتبها على 3 مراتب. المرتبة الأولى أن يعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجدها فإنه يصوم شهرين متتابعين، وكل ذلك قبل أن يمس زوجته، فعليه أن يعتزل زوجته من صدور هذا اللفظ ولا يجامعها إلا بعد أن يكفر هذه الكفارة. فإن لم يستطع الصيام فإنه يطعم 60 مسكينا. الواجب على السائل أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن لا يعود لمثل هذا، وعليه هذه الكفارة، وهي أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام فإنه يطعم 60 مسكينا، وعليه أن يعتزل زوجته ولا يمسها إلا بعد أن يقدم هذه الكفارة التي أوجبها الله تعالى عليه. وأما قوله إنه قالها عن غضب، فالغضب يختلف. إن كان قد بلغ به الغضب إلى زوال شعوره حيث لا يتصور ما يقول فإنه لا كفارة عليه، أما إذا كان يشعر بما يقول ويدري ماذا يقول فإنه تجب عليه الكفارة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها مستمع يقول: مقدم الرسالة الفقير لله تعالى من الرياض. أخونا يسأل ويقول: إذا أراد المسلم أن يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام في عبادة الصوم، فما هي الأيام التي كان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها باستثناء رمضان بطبيعة الحال؟ جزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام، كما قال بعض أصحابه رضي الله عنهم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقال لا يفطر، وكان يفطر حتى يقال لا يصوم. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يخص أياما
محددة، وإنما كان يصوم ويكثر من الصيام، وكان يفطر أيضا عليه الصلاة والسلام ويكثر من الإفطار، وإنما حث صلى الله عليه وسلم على صيام 3 أيام من كل شهر، وكان يصوم الاثنين ويصوم الخميس. كان عليه الصلاة والسلام يصوم الاثنين ويصوم الخميس، وكان يحث على صيام 3 أيام من كل شهر، وكان يصوم يوم عاشوراء عليه الصلاة والسلام، وقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9 والعاشر، صوموا يوما قبله أو يوما بعده خالف اليهود، وكان يحث على صيام 10 أيام من ذي الحجة، العشر الأول من ذي الحجة التي قال الله سبحانه وتعالى فيها بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر. قال أهل التفسير إن المراد بها 10 ذي الحجة لما فيها من الفضل. حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامها، وحث على ذكر الله سبحانه وتعالى فيها والإكثار من التكبير فيها، وكان يحث على صيام يوم عرفة لغير الحجاج، كان يحث على صوم يوم عرفة لغير الحجاج، وكان أيضا يحث على صيام 6 أيام من شهر شوال بعد رمضان. قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. إذن فتكون الأيام التي يستحب صيامها من السنة أولا 6 أيام من شوال، ثانيا شهر الله المحرم كله أو 9 والعاشر منه، الفضيلة في 10 ويصام 9 أو 11 مخالفة لليهود. ثالثا صوم يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع. رابعا صوم 3 أيام من كل شهر، ويستحب أن تكون الأيام البيض 13 و14 و15. خامسا صوم يوم عرفة لغير الحاج بها. سادسا صوم 10 ذي الحجة. وإذا كان عند الإنسان مزيد رغبة في الصيام فإنه يزيد على ذلك ما شاء الله، وإذا صام يوما وأفطر يوما فهذا هو خير الصيام، كما قال عليه الصلاة والسلام خير الصيام صيام داود عليه السلام، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا سؤال آخر فيقول: على من تطلق كلمة شهيد؟ وهل تطلق على الذي يستشهد في سبيل الله فقط، أم تشمل من يموت غرقا أو حرقا أو حادث طائرة أو سقوط في بئر؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الشهداء كثيرون ولله الحمد، ولكن الشهيد أفضل الشهداء هو الذي يقتل في سبيل الله عز وجل لإعلاء كلمة الله، الذي يقتل يموت في المعركة مع الكفار لإعلاء كلمة الله فهذا شهيد في سبيل الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قال سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات الأحياء ولكن لا تشكرون. ولهذا هذا الشهيد الذي قتل في سبيل الله في المعركة مع الكفار له أحكام خاصة، حيث إنه لا يغسل ولا يكفن إلا بأثوابه التي قتل فيها بعدما ينزع عنه الحديد والأشياء الزائدة على ثيابه، يلف بثيابه ويدفن بدمه ولا يصلى عليه لأنه شهيد، ولتبقى عليه آثار الشهادة وهي الدماء التي نزفت في سبيل الله عز وجل، تبقى عليه ثيابه التي قتل فيها. وهناك شهداء غير شهداء المعركة لهم فضل الشهادة لكن لا ينالون الدرجة التي نالها المقاتل في سبيل الله، ومنهم من مات في الطاعون ومن مات في البطن بمعنى أنه أصابه الإسهال ومات، ومنهم المرأة إذا ماتت في ولادتها ومنهم الحريق الذي مات في الغرق أو الحريق أو الحوادث المفاجئة من المؤمنين، فهؤلاء شهداء في الآخرة، لكن في الدنيا يعاملون معاملة الموتى، يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ويدفنون في كما يدفن غيرهم من الموتى. أما أولئك الذين قتلوا في سبيل الله فإنهم شهداء في الدنيا وفي الآخرة، شهداء في الدنيا بأنهم لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم، وفي الآخرة لهم عند الله الثواب العظيم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض الأمراض التي
التي تصيب الإنسان في البطن شيخ صالح، هل إذا توفي الشخص على أثرها يعد من الشهداء أو أن لكم رأي آخر يحفظكم الله؟ الله أعلم، إنما هذا يتبع فيه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وردت أحاديث عدد فيها أنواع من الشهداء، منهم من ذكرنا. وهو الذي يموت في الطاعون، فقط. والذي يموت بالإسهال، والذي يموت بالمرأة التي تموت في نفاسها. جزاكم الله خيرا. والذي يموت في الحادث المفاجئ، في الغريق والحرقة وغير ذلك. حوادث السيارات يحفظكم الله كما سأل صاحبها، والهدمة. حوادث السيارات والطيارات والبواخر يدخلون في هؤلاء، لأن موتهم مفاجئ. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المدينة المنورة، وباعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف عين زاي راي يا. يسأل ويقول: علي بعض الديون وأحيانا أعد أصحابها بأنني سوف أدفعها في الوقت الفلاني، وأحيانا أحلف أنني سوف أدفعها في الوقت الفلاني لكني أستثني. بعض الناس يقول: إن لم تدفعها في الوقت الذي حددت فسوف أدعو عليك. أرجو توجيه فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا. يقول: بعض الناس يقولون إن لم تفي بالموعد الذي ذكرت فسوف ندعو عليك وعلى أولادك، فهل في ذلك إثم علي إذا لم أكن وافية؟ جزاكم الله خيرا. هذا فيه تفصيل. إذا لم تفي لأنك عجزت عن الوفاء أنت معذور في هذا، أما إذا تساهلت كان عدم وفائك نتيجة التساهل والإهمال فإنك تأثم في هذا وتكون ظالما لأصحاب الحقوق، وربما يستجاب دعاؤهم إذا دعوا عليك لأنك ظلمتهم. أما إذا كنت عجزت عن الوفاء في الوقت المحدد فأنت معذور، ويجب عليهم الإمهال والإنظار. قال الله سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وإمهال المعسر فيه فضل عظيم، من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها أحد الأخوة المستمعين يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: لاحظت يا فضيلة الشيخ أن بعض قراء القرآن عندما يقرأ ويكون حوله أناس يستمعون له فإنهم يرددون بصوت واحد قائلين الله، فهل هذا الأمر مشروع أم أنه بدعة؟ جزاكم الله خيرا. هذا لا أصل له، مسألة هؤلاء الذين يستمعون إلى أحد القراء ثم يقولون الله الله، هذا من التشويش ومن الإحداث الذي لا أصل له، بل هو يخالف قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الواجب على المسلم الذي يستمع القرآن أن يصغي إليه ويحضر قلبه وأن ينصت ولا يتلفظ بألفاظ تشوش على الحاضرين وعلى القارئ، ولا يتحرك بحركات تشوش عليه وعلى غيره، بل يقطع الحركة ويقطع الصوت ويستمع لكلام الله عز وجل، فإنه أرجى أن ينتفع بالقرآن وأن تناله رحمة الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكاسيات العاريات، قرأت أن تفسير ذلك إبداء المرأة لبعض جسدها، ولبس المرأة للملابس الشفافة، ولبس المرأة للملابس الضيقة. فإذا كانت المرأة تلبس هذه الألبسة أمام النساء، فهل ينطبق عليها هذا الحديث؟ وكيف نوفق بين هذا الحديث وبين أن عورة المرأة أمام المرأة من السرة إلى الركبة؟ جزاكم الله خيرا. قوله صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات يشمل ما ذكره السائل، يشمل المرأة التي تلبس القصير، والمرأة التي تلبس الشفاف الذي لا يستر ما وراءه، ويشمل المرأة التي تلبس الضيق. كل هؤلاء يشملهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الوعيد،
لأنهن يلبسن لباسا غير ساتر لهن، أهن كاسيات من حيث أنهن لبسن اللباس، وعاريات من حيث أن هذا اللباس لا يسترهن. وهذا إذا كان في حال خروج المرأة من بيتها، أو في حال كونها عند رجال ليسوا من محارمها، أو حتى من محارمها إذا ظهر شيء من فتنتها وزينتها مما يفتن الرجال، ولو كان ذلك عند محارمها فإنه لا يجوز، وإنما تظهر عند محارمها ما جرت العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة. المقصود بالعادة عادة المسلمات الملتزمات، لا عادة المتساهلات، وإنما عادة المسلمات الملتزمات بحيث يكشفن عند محارمه إنما جرت العادة بكشفه وليس فيه فتنة. الحديث يشمل كل هؤلاء. والمرأة مع النساء لا شك أن حالتها أخف من حالتها مع الرجال، ولكن مع هذا يجب أن تكون قدوة صالحة، وأن تلبس الملابس المحتشمة حتى عند النساء لأجل أن يقتدين بها، ولا تفتح لهن باب التساهل أو تعلمهن لبس الملابس غير المحتشمة ويقتدين بها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول محمد أحمد منصور، مصري ومقيم في مكة المكرمة، يسأل: ما هي الحكمة في أن لحم الإبل ينقض الوضوء؟ وهل هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جزاكم الله خيرا. نعم، صح الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لأن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا من لحوم الإبل. فالحديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا، بل أكثر من حديث. ولذلك الصحيح من قولي العلماء أن لحم الإبل ينقض الوضوء لما صح الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الحكمة في ذلك فالله أعلم، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا الحكمة، ولو كان في بيان الحكمة، لو كان لنا مصلحة من ذلك لبينها صلى الله عليه وسلم. يجب علينا الامتثال وإن لم نعرف الحكمة. الواجب علينا أن نمتثل ما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرفها. لكن بعض العلماء يقول لأن لحم الإبل فيه يكسب الإنسان شدة وطيش، لأن عادة الإبل وأخلاق الإبل الطيش والقوة والغلظة، فإذا أكل الإنسان من لحمها فإنه يصيبه شيء من أخلاقها، فلذلك يتوضأ ليخفف ذلك ويذهب ذلك عنه. الله أعلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ ولماذا خص القرآن الإبل بالذات في هذا الموضع؟ جزاكم الله خيرا. خصها لما جعل الله تعالى فيها من العبر. الإبل فيها عبر وخصائص لا تكون في غيرها من البهائم، ما فيها من القوة والتحمل والصبر، ولما فيها من المنافع الكثيرة، يحمل عليها ويسافر عليها ويشرب من ألبانها ويوكل من لحومها ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. ففيها عبر، ولما فيها من قوة الخلقة وقوة البنية، ولما فيها من جمال الصورة والشكل العجيب، فيها عبر وفيها عظات. ولأن الإبل هي التي يكثر وجودها عند العرب ويخالطونها ويرونها ويستعملونها، فهي أقرب شيء إليهم من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ لأنها أقرب شيء إليهم وفي متناولهم. وإلى السماء كيف رفعت؟ وإلى الجبال كيف نصبت؟ وإلى الأرض كيف سطحت؟ كل هذه آيات تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، وهي مما يشاهده الناس، كل الناس يشاهدون هذا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم.